الأصل في الزواج هو أن تتوفر فيه الشروط المقررة في قانون، يعني المهر، الزوجان، الولي إلى آخره. فإذا كان شاهدان فإذا حصل هذا فهو زواج، وهذا الذي عاش عليه المسلمون منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى قريب منا، إلى حدود أوائل الستينات، بل حتى إلى بعد الستينات مزيان. ولكن نظرا للمفاسد والمشاكل التي تحصل على أن يترك الزواج للناس يتزوجون بهذا الشكل هذا كما كان الأمر في القديم، بيّن أن هناك إشكالات ومشاكل لا للأزواج ولا للزوجات ولا للأطفال. فالحاكم، وهناك نجيو السياسة الشرعية، من باب تحصيل المصلحة ودفع المفسدة، قال قرر أنه لا يجوز الزواج إلا وفق مسطرة معينة، وهي ما في مدونة الأسرة. ولذلك كل من لم يتزوج بالضوابط التي في المدونة، بمدونة الأسرة، وهي ضوابط شرعية 100%، فزواجه باطل بحكم الحاكم.